رجل استخبارات خفي تحول فجأة إلى رئيس روسيا الاتحادية، إنه الدب الروسي فلاديمير بوتين. فلاديمير بوتين يعد من الشخصيات الأكثر إثارة للجدل، ليس فقط في روسيا بل في العالم أجمع. فما هي قصة ولادته؟ أثناء الحرب العالمية الثانية، حصل جندي روسي على إجازة لزيارة عائلته، وما إن وصل إلى منزله حتى رأى شاحنة عسكرية تقوم بتحميل عشرات الجثث لنقلها إلى مقبرة جماعية، فأدرك أن الشارع تم قصفه. وقف الجندي أمام الجثث المتكدسة ليلقي نظرة عليهم، وإذا به يلاحظ جثة زوجته. لم يشأ الجندي أن تدفن زوجته في مقبرة جماعية، فقام بسحبها ليقوم بدفنها بشكل لائق، لكنه صدم عندما وجد أنها لا تزال تتنفس، فأخذها إلى المستشفى بعجلة حيث تعالجت واستعادت الحياة. بعد سنوات على ذلك الحادث، وضعت الزوجة التي كادت أن تدفن حية صبيا اسمه فلاديمير بوتين. لا تشاهد وترحل، من فضلكم ادعمونا بالإعجاب والاشتراك بالقناة، شكرا لكم.